السلام عليكم. إذا سولك شي واحد شكون أنت، معظم الناس غادي يجاوبوا بدون تفكير أو بدون مجهود، أنا بن فلان بن فلان، تنتمي للمدينة الفلانية والدولة الفلانية. ومين تيبغى شي حد يتأكد من الهوية ديالك، تطلب منك بطاقة تعريف اللي فيها الصورة ديالك والمعلومات الخاصة بك. فالسؤال اللي طرح نفسه هنايا، واش أنت هو ذاك الشخص اللي كاين في الصورة ديال البطاقة التعريف؟ إذا السؤال اللي طرح نفسه هنايا، هاد الهوية اللي تنتكلم عليها شنو تتجسد؟ تتجسد طبعا الهوية القانونية. واش هوية الإنسان تترتبط باللوكور ديالو وجسد ديالو، ومن جهة أخرى واش هوية الإنسان ثابتة ولا متغيرة؟ باش نشرح هذه الفكرة غنعطي واحد المثال. تخيل معايا راسك عندك واحد 50 سنة، وجلستي مع راسك وخديتي واحد الألبوم ديال التصاور ديالك منذ مرحلة الطفولة، وسولناك شكون الشخص اللي كيبان في الصورة، هو عنده عامين، هو عنده 10 سنين، هو عنده 20 عام. طبعا غتجاوب بلا ما تفكر، ذاك الشخص هو أنت. تقول أنا هو هذا عندي عامين، أنا هو هذا عندي 4 سنين، أنا هو هذا عندي 20 عام. في نظرك شنو هو الشيء اللي خلاك تعتقد أنك نفس الشخص رغم أنك تغيرت إلى مستوى الملامح، على مستوى الصورة، على مستوى جميع المكونات الفيزيولوجية ديالك، ولكنك لازلت تعتقد أنك نفس الشخص ونفس الإنسان؟ هنا تبان بأن إشكالية الهوية من أهم القضايا الفلسفية والفكرية اللي تتشغل الفلاسفة منذ القدم، وهي شكون اللي تخلينا نكون إحنا هما إحنا؟ واش التربية؟ واش التنشئة الاجتماعية؟ أم الأفكار والقناعات التي نتلقاها منذ مرحلة الطفولة؟ إذا يمكن أن نقول بأن الهوية ديالي هي كل ما يميزني عن الآخرين، تتطابق باللغة والتربية، إنها هي ما تشكل هويتنا، وهي من يحدد هوية الشخص أو الشخص نفسه. والهوية تعني الماهية، فإذا سألك شخص ما من أنت، فسينتظر منك أن تذكر اسمك ردا على سؤاله. الهوية إذن تطابق الشخص مع عاداته، أي أن يكون هو في كل المراحل العمرية، اللي هي لسواميم، وتعني المماثلة والتماهي مع نفسه والمطابقة. وتقال على الفرد عندما يكون هو نفسه أو متماهي مع نفسه في مختلف لحظات وجوده، في الماضي والحاضر والمستقبل. وهكذا فإن الهوية هي خاصية ما يبقى هو أي الثابت في الإنسان، والذي يميزه عن باقي الآخرين. إذن إشكالية الهوية غطرحنا مجموعة ديال المفارقات ومجموعة ديال الإشكاليات اللي يهتموا فيها الفلاسفة والمفكرين منذ القدم. إذن ما هو الشيء الذي يجعلنا نتحدث عن الشخص نفسه رغم أنه كاين تغير في الملامح الفيزيولوجية وطبعه وأفكاره؟ يعني كاين إنسان تيدير 50 عام ولكن تنعتقد أنه نفس الشخص، وخا تغير على المستوى الفكري ولا على المستوى المعنوي. إذن شكون أنا؟ واش أنا مجرد واحد الدور تنديرو في واحد المسرح اللي هو الحياة، وينتهي هذا الدور عندما أموت؟ هل أنا هو ذلك الذات التي تستمر في الوجود رغم تغير الملامح ديالها الفيزيولوجية؟ ثم من أين يستمد الشخص هويته؟ هل الهوية واش ثابتة أم متغيرة؟ هل هذه الهوية مصدرها العقل أم الذاكرة؟ أم ترتبط باللا شعور كما تكلم عن ذلك سيغموند فرويد؟ إذا المفارقات الأساسية اللي كاينة في الدرس هذا هي واش هوية الشخص ثابتة ومصدر ديالها هو العقل، ونتكلموا على فلاسفة العقلانيين بحال ديكارت، أم أن هذه الهوية متغيرة والمصدر ديالها هو الحس والشعور كما هو الأمر عند الفلاسفة التجريبيين بحال جون لوك ودايفيد هيوم، أم أن الهوية الشخص تتطابق بالذاكرة وحدة الطبع كما هو الأمر عند جون لاشولي، أم أن هوية الشخص تتطابق باللا شعور، وأن هذه الهوية هي دينامية، وهذا الأمر اللي أعطاه لنا التحليل النفسي. نبدأ بالتوجه العقلاني. ديكارت، كنا تعرفوا ديكارت بأنه فيلسوف يرى بأن العقل هو الأساس الذي تبنى عليه كل المعارف وكل حقائق. وأول حقيقة توصل لديكارت هي وجود الذات المفكرة، والذات المفكرة احنا نسميها بين قوسين الشخص. لذلك يرى الاتجاه العقلاني أن الماهية الشخص تتمثل في توفره على أنا ثابتة وقارة يحافظ على تطابقه مع ذاته، حيث نجد ديكارت يقول أنا من أكون الآن، أنا كائن وأنا موجود، هذا الأمر يقيني، أنا شيء مفكر. تأملات في الفلسفة الأولى. في هذه البارتيات يأكد ديكارت بأنه الجوهر ديال الذات والجوهر ديال الشخص هو التفكير. هو التفكير بمعنى أنه ليس هناك أي هوية خارج دائرة التفكير العقلاني. لهذا ديكارت يرفض الحس ويرفض الحواس كمصدر لتحديد هوية الشخص، إذ يقول ديكارت إن ماهية الشخص حسبه هي الأنا المفكرة، أي أن الجوهر المفكر هو أساس هوية الإنسان، وبذلك تصير ماهية الشخص ماهية جوهرية. فالأنا العاقلة
هي أساس هوية الشخص. يعني الخلاصة ديال ديكارت هي أنه ليس هناك أي هوية خارج البعد العقلي والبعد الفكري داخل الوجود الإنساني، وينتقد أي تصور يرى بأن الحس يمكن أن يساعدنا في فهم أو إدراك ذواتنا، لأنه يرى بأن الامتداد لا يمكن أن يكون مصدر للحقيقة، فالحقيقة الجوهرية هي حقيقة الذات المفكرة العقلانية. ومن جهة أخرى كاين التوجه الذي ينتقد تصور ديكارت اللي هو التوجه ديال جون لاشولي، لتشوف بأن هوية الشخص ليست ثابتة، ويرفض أن يكون هناك أنا ثابت وأنا قار. علاش؟ بسبب بسيط، تيقول لك أبسط حاجة تيمكن لنا نفقدوا فيها الوعي، مثلا الإنسان عندما يكون نائم هل يكون لديه هوية ثابتة؟ وتقول كذلك الإنسان عندما يضرب على رأسه ويسقط تطحت يغمى عليه هل سيبقى له هنا معنى للهوية الثابتة؟ تقول جون لاشولي بأن اللي يخلي الإنسان عنده هوية هو الوحدة النفسية الناتج على آليات الربط السيكولوجية المتمثلة في الطبع والذاكرة. فالطبع يشير إلى الفروق الفرضية التي تظهر مبكرا عند الأطفال وتتسم بالاستقرار والثبات والدوام، ولكن الإنسان يعقل على رأسه ويقدر يستوعب ذاته من خلال الذاكرة لتتربط بين الماضي والحاضر والمستقبل، لأن الذاكرة هي تخلينا أننا نفهم الذوات ديالنا وندركوا الأشياء اللي وقعت في الماضي رغم أنها وقعت في الماضي، ولكن تنقدروا نفهموا بأنها جزء من الهوية ديالنا. وشعشق جولي لاشولي بأن الشخص الفاقد للذاكرة لا يمكن أن تكون لديه هوية، لأنه لا يدرك تموقعه في الزمان لا على مستوى الماضي عندما يحاول أن يفكر في الذكريات الماضية ولا على مستوى المستقبل. خلاصة القول بأن جولي لاشولي يرى بأن وحدة الطبع والذاكرة هما أساس هوية الشخص، فدون ذلك ليست هناك أي هوية ثابتة أو أي هوية مطلقة بالمعنى العقلاني وبمعنى الفلسفي الذي جاءت به الفلسفة الحديثة مع ديكارت. لكن إذا ذهبنا إلى زاوية أخرى ونظرنا إلى عالم النفس العبقري والمبدع سيغموند فرويد، نجد بأنه قد أقام ثورة كوبرنيكية في فهم السلوك البشري. تشوف بأن الوعي ما هو إلا جزء ضئيل من مكونات الجهاز النفسي، لأن التي تحدد السلوك الإنساني والتي تحدد هوية الشخص بالنسبة لسيغموند فرويد هو الانطباعات والبنية النفسية التي تشكل عندنا منذ مرحلة الطفولة التي تسميها فرويد حالة اللاشعور، أي ما نستمد من خبرات اللاشعور هو الذي يحدد هوية الشخص. المسألة الثانية هو أن سيغموند فرويد تشوف بأن هوية الشخص هي هوية دينامية عند مجموعة ديال الميكانيزمات النفسية تتحكم فيها، تسميها فرويد الهو والأنا والأنا الأعلى. الهو هو الجانب اللاشعوري اللي تمثل ذاك الجانب الغريزي العميق في الإنسان، والأنا هي مجموعة ديال المكونات اللي تتحاول تخلق واحد التوازن نفسي على مستوى العلاقة بين الهو والأنا الأعلى اللي هو القيم والأخلاق والمبادئ التي تلقاها الفرد داخل المجتمع، تتمثل واحد السلطة بحال السلطة الدينية السلطة الأخلاقية السلطة الاجتماعية. تقول فرويد بأن هاد الثلاثة تتفاعلوا مع بعضياتهم باش يعطيونا واحد التركيبة، إما شخص متوازن نفسيا تقدر يندمج داخل المجتمع أو شخصية مرضية وغير سوية. من هنا تبان بأن النظرة ديال التحليل النفسي لمفهوم الشخص عندها واحد البعد سيكولوجي اللي تحاول يعطينا بأن الشخص هو ماشي واحد الذات مطلقة عندها واحد الكيان واحد المعنى ثابت، بالعكس الذات هي واحد المفهوم فضفاض تتغير وتتحول، ولكن دائما تترجع لواحد الميكانيزمات قبلية اللي تسميها فرويد آليات اللاشعور اللي تتحدد السلوك ديالنا. وهذا علاش فرويد تعرف بالقول الشهيرة ديالو اللي هي الطفل أبو الرجل، بمعنى أن ما يتحدد على مستوى هوية الشخص في مرحلة الطفولة هو اللي يتحدد المستقبل الشخصية للإنسان. وهنا تلعب الأنا واحد الدور مركزي في هذه البنية، لأنه هو اللي يخلق واحد التوازن بين مطالب ديال الهو اللي تبغى يحقق الغريزة دياله وبين أوامر الأنا الأعلى، مستعملا مجموعة ديال الميكانيزمات والآليات النفسية اللي منها زلة اللسان اللي منها الكبت اللي منها الإسقاط. هذه الآليات كلها الدور ديال الأساسي تخلق واحد التوازن بين المطالب ديال الأنا الأعلى والمطالب ديال الهو. إذن الخلاصة ديال موقف فرويد هو أن اللاشعور هو الأساس التي تحدد هوية الشخص، بمعنى أن الانطباعات ديال اللاشعور والتجارب دياله هي التي تحدد شخصية الإنسان. ثانيا أن شخصية الإنسان دينامية وليست ثابتة، يعني ما عندناش واحد الهوية ثابتة كما كان يرى الفلاسفة العقلانيين. إذن أعزائي التلاميذ إلى جانب الامتحان الوطني في المجال ديال هوية الشخص، فهذه الإشكالية خصنا نتكلموا على هذه المفارقات اللي كاينين، هي واش هوية متغيرة
ولا الهوية ثابتة، ثم ما هي أهم التصورات الفلسفية حول إشكالية هوية الشخص. يمكن لكم تضيفوا مواقف أخرى منها الموقف السوسيولوجي اللي تشوف بأن هوية الشخص تترتبط بالبعد الاجتماعي بحال إيميل دوركايم، اللي تشوف بأن المجتمع والتربية والتنشئة الاجتماعية هي اللي تتحدد الهوية الإنسان، تتحدد أهم الملامح ديالها النفسية والاجتماعية، وتتحدد حتى الممنوع والمرغوب فيه داخل المجتمع. إذا تبارك الله عليكم أصدقائي التلاميذ، اللي عندكم شي أسئلة ولا شي ملاحظات حول هذه المواقف الفلسفية أو حول إشكاليات اللي كاينة في هذا المحور هذه، خليوها لنا في التعليقات، وتبارك الله عليكم.